يعتبر القطاع الصناعي أحد أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني، لذلك فإن عدم ازدهاره من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على نموه، وهذا ما يشهده لبنان اليوم لا سيما مع تفشي وباء كورونا وتفاقم الأوضاع الاقتصادية. أما عن أسباب تراجع القطاع الصناعي في لبنان وإلى أين يتجه، أوضح رئيس تجمع الصناعيين في البقاع الأولى أبو فيصل في اتصال مع تيليلومير ونورسات عبر السكايب أن القطاع الصناعي تشوبه بعض المؤشرات السلبية، لكن إرادة الصناعيين وصمودهم هي اللغة الأقوى. أنا بدي أقول الوضع صعب، بس بعد في أصعب رهين علي، بس بعد منها في أيام حلوة على لبنان، لأنه هيدا أنا عم شيل من الألم عم شيل فرح. نحن كمسيحيين نعيش على الرجاء. بعد هيدا الألم اللي عم تمر في الصناعة والعذاب، هيكون في عنا الولادة، ولادة بلد قائم على الإنتاج، على اقتصاد منتج، مش عايشين نحن عالي على غيرنا. مقابل هذا الوضع الحرج اقتصادياً، نسأل إلى أي مدى في المرحلة المقبلة ستكون الأولوية للقطاعات الإنتاجية، لا سيما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي. مليون دولار بيشغلوا 60 عامل بالزراعة أو بالصناعة، 100 عامل. مليون دولار بكونتوار تصنيف بيشغل موظفين 2 أو 3. نحن هيدا القطاع الصناعي اللي نحن فيه، ومثل ما بتشوف وراي في أعلام لدول نحن مصدر عليها. العديد من المصانع في لبنان لم تستغني عن أي عامل واستمرت بالصمود من أجل تأمين لقمة عيش المواطن اللبناني. فماذا إذا ما تم إلغاء ضريبة التفئة على المنتجات الغذائية المصنعة والعمل على تطبيق إعفاءات ضريبية للصناعيين؟ نحن الإعفاءات الضريبية هي لتغطية الكلفة، لتخفيض الكلفة عن المواطن، يعني إلغاء ضريبة التفئة مؤقتاً، وإذا بدهم يعملوها دائماً عن بعض الصناعات الغذائية اللي عم تتصنع في لبنان. جالونوميد اللي عم يشتريه المواطن ببيته عليه تفئة، حق الأمينة 4000 ليرة أو 6000 ليرة وضريبة التفئة 11%. كل هاي الصناعات، علبة الزعتر عم يشتريها المواطن أو علبة حمص الطحينة أو علبة الفول، عليها ضريبة. ما هذا منتج لبناني يقدر يغطي الكلفة عن المواطن. السلة الغذائية للمواطن بتوطى بالشهر ما يقارب 100,000 ليرة، في عائلات بحاجة لها. بالعودة إلى الصناعيين، إعفاءات ضريبية عم نطالب نحن فيها، وعم نطالب الحكومة اللبنانية من خلال التواصل مع الدكتور مرتضى وزير الزراعة، ليكون هو صوت مع وزير الصناعة الدكتور حب الله، إنه يقدروا يعملوا لوبي بقلب مجلس الوزراء مع وزير المالية والوزراء المخلصين للصناعة، بإنه نقدر نعطي المواطن اللبناني سلعة بسعر منخفض بهالوقت هيدا، ويقدر الصناعي يستمر، لأنه حاليا في العديد من الصناعيين بمنطقة البقاع تفقد أقسام كبيرة من الإنتاج تبعها. مما لا شك فيه أن الاقتصاد اللبناني يمر في أصعب أوقاته، يبقى لبنان بانتظار معجزة إلهية تقيه الضائقة الاقتصادية.